السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم جميعا، صباح الخير على كل حبايبي اللي صاحيين دلوقتي وقاعدين قدام الشاشة عشان يشوفوا مطبخ هالة هيقدم لهم ايه النهاردة. كمان صباح الخير على كل حبايبنا اللي موجودين معانا جوه الاستوديو دلوقتي علشان نعمل لكم غدوة حلوة. وغدوتنا النهاردة من العيار التقيل ان شاء الله. غدوتنا النهاردة مقدمينها لإخواتنا الأقباط، كل سنة وهم طيبين، عيدهم النهاردة يا رب كده عيد سعيد عليهم، ويا رب سنة جديدة كده مليانة بالخير والأمل يا رب بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض مندي الفراخ، من أكتر الأكلات الحلوة جدا جدا في المناسبات بتاعتنا، وسهلة وسريعة. يعني انت لو عندك هتعملي المندي وهتعملي كذا وصفة جنبه، بتعملي المندي في 5 دقايق وتدخليه الفرن، تسيبيه يعيش مع نفسه ساعة ونص ساعتين براحته خالص. تكوني في الوقت ده قمتي بكذا وصفة تانيين، تبقي عملتي عزومة كاملة في أقل وقت ممكن بإذن الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول مقادير المندي ونشوف بعد كده التحضير. المندي الفراخ بتاعنا عندنا فرخة مفتوحة من الظهر، مفتوحة كده الفتحة دي اسمها فراشة، بقول بتاع الفراخ او انا اعملها في البيت، بس انا بقول له افتح لي الفرخة فراشة، بتتفتح من الظهر وبكسر المفاصل بتاعتها عشان تبقى متساوية بالشكل ده. بهارات مندي بجيبها مشكلة، وكمان معلقتين كبار صلصة او اللي احنا هنعمله مع ايدينا دلوقتي، معلقتين كبار صلصة، معلقتين كبار زبادي، ثوم مفروم، زيت، وندخل بقى على بهارات المندي. يبقى الاول الفرخة هيتحط عليها معلقتين صلصة ومعلقتين زبادي عشان ما تبقاش ناشفة في الفرن، وثوم مفروم وزيت. ندخل بقى على بهارات المندي اللي هتبل بيها الفرخة، بتديني لون مميز شوية، ملهاش دعوة بالفراخ المشوية العادية، تديني لون المندي وطعم كمان المندي الجميل بتاعنا. ورق لورا، قرنفل، كركم، قرفة، حبهان، وملح وفلفل. ونقول كمان بص يا سمر، ورق لورا، قرنفل، كركم، قرفة، حبهان. ده كده الترتيب بتاع بهارات المندي الأصلية. ده بالنسبة لتتبيلة الفرخة اللي هتتحول لفراخ مندي. طيب الرز بقى بتاعنا، كيلو رز بسمتي، بصلة مفرومة، جزراية كمان مبشورة، ليمون مجفف اللي هو الليمون الأسود اللومي، وعندي عود قرفة، قرنفل صحيح وحبهان صحيح، وكمان بهارات المندي اللي احنا عملناها مع بعض دي على ايدينا دلوقتي. وبعد كده كوباية زبيب منقوع لو تحبي، وشوية مكسرات وشوية زيت. وصفة يا جماعة في منتهى السهولة بجد، ما تعمليها قد ايه سهلة، خطواتها سهلة جدا، قد ايه بعد كده الطعم رائع. وهنعمل بيها بقى كده دلوقتي في التقديم طريقة هتعجبكم جدا ان شاء الله. اول حاجة هعملها، تعالوا نركب بهارات المندي على بعضها. بص يا ستي، هاخد منها للفراخ وهاخد منها كمان للرز. هنعمل ايه بقى؟ هنركب بهارات المندي، ما احنا لسه قايلين دلوقتي. بص يا ستي، ورق لورا، انا هزود عشان هاخد للوصفتين للفراخ والرز مع بعض. ورق لورا ماشي كده، ماشي. قرنفل مميز جدا جدا في المندي، كركم اساسي معانا للرز وللفراخ. ايه تاني؟ حبهان كمان مطحون، وكمان عندنا قرفه، وطبعا الملح والقرفه كده كتير قوي كده بس كفايه، وطبعا الملح والفلفل، بس دول ما بيتحطوش مع البهارات، دول بيتحطوا بقى وانا بشتغل في الوصفه نفسها. ادي بهارات المندي يا جماعه، ودي شكلها اهو. بص يا سمر، ده شكلها، وريها لحبايبنا. ادي شكل بهارات المندي، دي اللي هتطعم لي الفرخه وهتطعم لي الرز، بس دي اهم حاجه عندي جاهزه معايا اهي وزي الفل. نشيل بقى دول، وكمان نشيل المكسرات دي للاخر خالص. وتعالوا دلوقتي ندي الرز تشويحه بكل المقادير بتاعته، ودي حركه مهمه جدا جدا، لان انا هسوي الرز في الفرن فلازم اسخنه واديله تشويحه كويس قوي عشان ما يعجنش معايا. بسم الله، احط شويه زيت. انا كده بجهز طبقه الرز الاول، وبعدين هناخد بصله مفرومه، نرجع بقى نحط الطاسه تاني على النار. بسم الله، ومفيش حاجه عندي بتدبل ولا لونها بيغمق، يعني البصله مجرد كده بس ايه، تاخد السخونيه بتاعه الزيت
وشوية ملح كده عليها بهذا الشكل. الله الله، دي أنا بسميها أول طبقة، لأن الوجبة عندي طبقتين، طبقة الرز وطبقة الفراخ، فأدي أول طبقة عندي اللي أنا شغالة فيها دي طبقة الرز. وأنا بشوح البصلة هنزل بعود قرفة، قرنفل صحيح، حبهان، اللومي، وكمان معلقة كبيرة من بهارات المندي اللي ركبناها مع بعض اهي بالشكل ده، معلقتين، انا حطيت معلقتين. وبعدين نشوح كله مع بعضه كده. بصوا اللون بقى، اللون الحلو ده اللي هياخده الرز معانا، والريحة طالعة ايه بقى، عسل. انا قصدي طبعا ان انا احمص شوية التوابل والبهارات اللي عملناها، كل ما تحمصيها بتدي نتيجة احسن. وبعد كده نزلت بجزرية مبشورة وبشوحهم كده في قلب بعض، مجرد بس الجزرة المبشورة تدبل، وطبعا احنا لسه ما حطيناش ملح، ونقلب كده. يبقى احنا حطينا زيت وحطينا بصلاية مفرومة، قرنفل وحبهان وعود قرفة والليمون المجفف، الليمون اللومي، وبعد كده بهارات المندي اللي ركبناها مع بعض، وبعدين الجزراية، وبعد كده هنزل بالملح. بسم الله، نظبط بقى الملح كده بهذا الشكل، ونقلب تاني، وبعدين نجيب بقى الرز الحلو بتاعنا مع الزبيب. زي ما قلت لكم الزبيب بنقعه ربع ساعة عشان ينزل التسكيرة بتاعته. باخد الزبيب قبل الرز الأول ياخد تشويحة كده. يا حلاوتك يا جمالك، تقليبة حلوة. يا سلام لو انتوا واقفين جنبي دلوقتي وشامين الريحه وشايفين خلطه الرز عامله ازاي. والله يا سمر بصي تتاكل كده، بصوا خلطه الرز بالزبيب بالجزر بالتوابل بكل حاجه على بعضها، بصوا شكله اهو، عسل، والروايح بقى طالعه ايه ملهاش حل. نطفي النار. ايه ده، معقوله؟ ايوه هطفي النار قبل ما انزل بالرز. وبعدين ننزل بقى بالرز كده. بسم الله، الرز برضو بيتنقع الاول وبعدين بصفيه كويس. الرز البسماتي بيتنقع، الرز المصري ما بيتنقعش كده. ونقلب بقى الرز البسماتي. يا جماعه لازم يتنقع لان نسبه النشا فيه قليله، فلو ما اتنقعش مش هيطرى فمش هيستوي قوي. الرز المصري بقى نسبه النشا فيه عاليه، لو اتنقع وطري بيتكسر ويتعجن وهو بيستوي. ده مهم جدا، عشان كده دايما مع الرز البسماتي بنزود الميه، لكن مع الرز المصري لازم كوبايه رز قصادها كوبايه ميه. فهمتي بقى يا سمر؟ بصوا ادي شكل الرز بالخلطه بتاعته، عسل، حاجه كده سكر وعسل. طبعا مش هنسقي الميه هنا، ده احنا عندنا الطبقه دي الاولانيه، يبقى لازم يتحط في الصينية اللي هيدخل فيها الفرن. هنشوف ازاي مع بعض. بسم الله، نشيل بس كل ده. ما بحبش الكركبة، يعني دايما كده تلاقوني ايه اول باول كده كل اللي بيخلص برجعه ورا على طول. نفضل واقفين كده على رواقة كده وعلى نظافة. هجيب بقى الصينية اللي هتدخل الفرن اللي هسوي فيها وجبة المندي على بعضها، هي دي اللي هحط فيها الرز الاول. ازاي الكلام ده؟ كده هو، نشيل دي هنا. وبعدين كده الرز يا جماعة واخد الملح وواخد التوابل واخد الخلطة بتاعته، مش محتاج حاجة خالص. بسم الله، وانزل بيه في الصينية اهو كده. نزل كل ده كده، شايفين ازاي يا أستاذة؟ ايه رأيك يا أستاذة؟ يا استاذ شايفين اهو، دي اول طبقه معايا. حلو الكلام، حلو الكلام. وبعدين فين الميه بقى اللي هتسقيلي الرز ده؟ فين الميه اللي هتسويه اصلا؟ جايه اهي، جايه في الطريق. بسم الله، ادي الميه، والميه تكون سخنه بالشكل ده.
بصوا وزعي كده الميه في كل حته اهي، واعملي حساب ان الفرخه هتتحط فوق الرز فلسه هتنزل سوائل، وهتنزل بقى يا جماعه البهاريز الرهيبه بتاعه الفرخه بالتتبيله اللي هنعملها لها. كل ده هينزل على الرز والرز هيشربه مع الميه السخنه الحلوه دي. شايفين الشكل؟ بص يا سمر المنظر عامل ازاي، تبارك الله عليها. وبعدين هجيب شبكه، اي شبكه عندك، وممكن شبكه الفرن، واروح حطاها كده بسم الله فوق الرز كده اهي، واثبتها عشان دي اللي هحط عليها الفرخه دلوقتي بالشكل ده. يلا نركنها بقى دلوقتي يا سمر على جنب عشان نتبل الفرخه بتاعتنا. هي كده جاهزه، يبقى ادي اول طبقه عندي في اكلتنا النهارده في المندي جهزت. بعد كده هجيب الفرخه واعمل لها بقى تتبيله حلوه كده محترمه، تتبيله مندي عالميه. عباره عن ايه بقى يا ستي؟ بصي، زبادي عشان الفرخه تفضل طريه، معلقتين صلصه تديها لون حلو، وكمان فصين كده توم مفروم بيدوا برضو طعم حلو، فصين بس كفايه كده. حلو قوي الكلام ده. وبعد كده بهارات المندي اللي عملناها مع بعض بسم الله، هزودها كده اهو، عسل، وبعدين ملح وفلفل. ادي الملح وادي الفلفل، يلا مش حرماكم من حاجه، تعالوا نشيل كل ده معايا يا سمر. يلا عشان تعملي احلى مندي في البيت ان شاء الله. انا بقول سمر، انت بتردي ليه؟ انا بقول سمر، وبعدين انت مش مسيطره ولا ايه؟ ادي كده التتبيله، وبعدين الزيت، والزيت هنا بنزوده شويه اساسي معايا عشان هو اللي بيدي قرمشه حلوه لجلد الفرخه، وفي نفس الوقت بيحافظ على طراوتها مع الزبادي. هقلب بقى كل الكلام الحلو ده كده في بعضه، شايفين ازاي؟ ولو لقيت التتبيله شربت الزيت ومش طريه هزود زيت تاني. الزيت هنا اساسي، هو بطل اساسي معانا في التتبيله دي، شايفين اهو بهذا الشكل الخلطه الجميله دي، ولونها شوفوا عامل ازاي ما شاء الله عليها. تفضلي تقلبي كده لما كل المقادير تدخل في بعضها بهذا الشكل. حلو الكلام، حلو الكلام. خدي بقى شويه من الخلطه على جنب كده. ليه بقى؟ تفتكري ليه يا سمر؟ خلطه كده يعني ايه؟ يعني هضحك عليكي؟ بسم الله، بصوا كده كده، وبعدين هروح واخده منها. هو ده، طلعت صح، سمر جاوبت صح. وبعدين نتبل كده كل حته فيها، تعجبكم جدا جدا يا جماعه الخلطه دي، والفراخ بتبقى طالعه كده بلون حلو قوي، لون مميز كده في منتهى الجمال. بصوا يا جماعه، خدوا عند الوراك كده الحتت دي، كانك بتعملي كده ايه، تدليك مساج كده للفرخه بتاعتنا، فرخه العسل دي، وعند الجناح كده وفي كل حته فيها، ماشي. وبعدين هوبا اقلبي كده، وخدي بقى كل اللي مطلش التتبيله ده، شايفين ازاي؟ تخليش حاجه تضحك عليكي كده اهو بالشكل ده في كل حته. عسل يا جماعه التتبيله دي عسل، واظن يعني انتوا شايفين اللون عامل ازاي، تبارك الله عليه. ادي الفرخه من هنا، شايفين واخده لون عامل ازاي، ولو قلبتها الناحيه التانيه واخده برضو نفس اللون، واخده نفس الخلطه. اهم حاجه عندي التدليك اللي انا عملته بالخلطه للفرخه. هقرب بقى جنبي هنا الصينيه اللي فيها ايه، اللي فيها الطبقه الاولانيه اللي فيها الرز بالميه بتاعته، وهاخد الفرخه بسم الله بالتتبيله دي كده على الرز بالشكل ده، وبعدين اظبط التتبيله تاني اهو. كل بقى الخلاصه بتاعه الفراخ، البهاريز بتاعتها بمعنى اصح، هتنزل على الرز، تطعملي الرز جدا 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 مع الخلطه الحلوه دي. واللون المميز ده، ده لون البهارات بتاعه المندي، شايفين ازاي؟ بصي بعد ما تعملي بايديكي كده
انا شايفه ايه صوابعي معلمه، اروح عامله كده عشان اضيع مكان الصوابع اهو، عشان في الفرن كلها تاخد لون زي بعضها. ادي شكل المندي بتاعنا النهارده، وجبه المندي اللي زي العسل، سهله وسريعه جدا جدا. نلعبها والجلافزات دي. والله يا جماعه الجلافزات دي اختراع بجد، يعني اللي اخترعها من زمان بنحييه على الاختراع ده. الفرن عندي سخن جدا، اعلى درجه حراره في الفرن عندك. قبليها قبل ما تبتدي في الوصفه بتاعتك لازم الفرن يكون سخن جدا، حلو كده. وبعدين هغطيها، مش بغطيها بس، ده انتوا عارفين لو بكتمها بمعنى اصح. اروح عامله كده طبقه الاول كده هو. دي اسرار المهنه. كده، والناحيه الثانيه كمان. شايفين يا جماعه اهو، مش عايزه البخار يتسرب من الصينيه بتاتا البتة كده، لان البخار اللي هيطلع من تسويه الرز هيسويه للفرخه ويطريها، والبخار والبهاريز اللي هتنزل من الفرخه هتنزل مع الرز طعمه. يعني المندي الفكره بتاعته ان كله ياخد من طعم بعض. بصوا يعني متغطيه تغطيه ولا كلمه من جميع النواحي، وبقعد كده امن على الحروف كده، ما خليش حته تسرب لي البخار، وادخلها على الشبكه على اعلى درجه حراره في الاول لغايه ساعه. بعد الساعه دي بكشف كل الفويل ده واطفي الفرن من تحت واشغل الشوايه تاخد لون معايا. الفرخه لغايه كيلو ونص هتاخد ساعه، ساعه وربع. اكتر من كيلو ونص هتزوديها توصل لغايه ساعتين. خلاص يا جماعه، يبقى احنا عرفنا وزن الفرخه، الوزن المناسب الكيلو ونص ده مناسب جدا لعمال المندي. لو كيلو ونص هتاخد من ساعه، ساعه وربع. نجيب بقى المستوي ونشوف بقى الدنيا فيها ايه، ونجيب فحميتين كده بعد اذنك يا احمد، فحميتين حلوين كده علشان نظبط الشغل بتاعنا. عايزين ماسكة؟ مفيش ماسكة، هنتصرف. الصينية اللي هطلعها لكم دي قاعدة في الفرن دلوقتي ساعة وربع بالظبط زي ما اتفقنا. يلا حاضر، ربك يسترها ان شاء الله. لا تقلقي، بسم الله. نجيبها كده بالراحة، طبعا هي سخنة مولعة. بسم الله، يلا بينا. المهم انا عماله اقول يلا بينا يلا بينا، والمفروض انا اللي بتحرك. بص يا جماعه، بعد ما شغلنا عليها الشوايه شويه، بص يا سمر الرز استوى ازاي، وبصي الفرخه لونها عامل ازاي، زي العسل. نشيل دي بقى في الفرن ونشوف بقى طريقه التقديم ازاي. نحتاج بس ايه، فحميتين ولعين كده. ندخل الصينيه في الفرن زي ما قلت لكم على الشبكه على اعلى درجه حراره لمده ساعه وربع لو الفرخه كيلو ونص. تعالوا نشوف بقى هنقدم ازاي. تقديم برضو تقديم شيك كده زي وجبه المندي، ما هي شيك كده عندنا. بسم الله، وعشان في نفس الوقت كمان تبقى زي المطاعم بالظبط، هبعد الفرخه كده شويه ماشي، وهجيب طاجن ونغرف الرز جوه الطاجن. الصينيه سخنه اتلسعنا. بسم الله، بصوا بصوا الرز مفلفل خالص ازاي. عارفين ليه بقى مفلفل كده؟ علشان التشويحه الاولانيه اللي قلت لكم عليها. بص يا ستي وريحته طالعه جميله، التوابل والخلطه الحلوه اللي واخدها البصله مع الجزر مع توابل البهارات المندي اللي عملناها مع بعض، والزبيب كمان اللي جواه كده حاجه عسل. شايفين ازاي اهو، وبصوا البهارات مخليه لون الرز جميل ومستوي خالص ازاي. عايزين ايه بقى اطعم من كده في الدنيا؟ عايزه ايه تاني يا ست سمر انت؟ يعني قولي لي عايزه ايه اطعم من كده. عيني. عايزه تاكل يا جماعه، سيحت لها على الهوا بتقولي لا انا عايزه اكل. وزعي كده، قولي لي بس مين بيتخانق معاكي، مين عايز يشاركك الوجبه دي؟ اه صح. كده يا جماعه بالشكل ده اهو، ظبطي الرز كده
لو عندك بقى طاجن زي ده كده بغطا بيدي شكل حلو قوي في تقديمه المندي. تمام. وبعدين نشيل الرز ده بقى، انا هاكله على رواقه. يلا. ايوه اشمعنى انتوا عاملين تحجزوا؟ صح بالظبط. كده شويه مكسرات لو موجود عندك بالشكل ده. وبعدين تعالوا بقى ناخد الفرخه، بسم الله، هنحطها كده على الرز كده، وبرده نشيل كل ده. بصي مظبطه لك الدنيا اهو. اعمل لك ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ نحط عليها كده شويه برده مكسرات بهذا الشكل. وبعدين بقى يا ستي هنجيب فحميتين كده والعين، بسم الله. عايزين نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ عايزين حته ورق فويل. عيني 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 يا باشا، انت تأمري. وكمان مسحه للبوتاجاز من الرز اللي واقع عليه عشان خاطر مخرجتنا الجميله. بضحك عليها. كده سمر يا جماعه بجد هنا، ولميس ومي، يعني بجد من الناس من اجمل ما يكون بجد. هعمل ايه بقى؟ عشان انا لقيت البوله دي كبيره، هجيب ورقه فويل صغيره كده وهعملها زي الكوبايه الصغنطوطه خالص. ازاي بقى يا سمر؟ بصي بلفها في ايدي كده. يلا يا باشا وانا في انتظارك. اهي شايفين؟ اهي بصوا زي الكوبايه الصغيره كده بالشكل ده اهي. تمام. واحط فيها فحميه، نجيب حاجه نمسك بيها الفحمه، بسم الله. فحم مولع، وطبعا لازم يكون مولع. هنحطها هنا كده ماشي. وبعدين ورقه تانيه، ورقه فويل تانيه برضو صغيره كده، نفس الحكايه. بصي يا سمرة كده، وبعملها كوبايه ازاي عشان تتعودوا على الموضوع ده. الصباع ده جوه كده هو اللي بيعمل لي ايه؟ قلب الكوبايه، والباقي كله بتنيه بعمل له حروف كده اهي بالشكل ده. خلاص ماشي يا سمر. وناخد فيها فحميه كده، هنحطها الناحيه الثانيه. وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. يلا بينا. شوفي الحركه دي يا سمر، شويه زيت والغطا بتاع الطاجن في ايديا، بسم الله. شويه زيت هنا، شويه زيت هنا كده، واغطي اهو بالشكل ده. سيكه بس، سيكه بس، والفه كده، الفه كده عشان الدخان يتوزع. واغطي كويس، بسم الله. لا سحر ولا شعوذه. حاسه ان انا هقول لكم ايه؟ كتكوت. يلا يا ستي بقى عيشي معايا اللحظه يا سمر. واحد اتنين تلاته، بصوا شوفوا الجمال. ادي المندي بتاعنا يا جماعه النهارده بمنتهى السهوله جدا جدا، اتعمل بمنتهى السهوله كل الوقت بتاعه في التسويه في الفرن. زي ما قلت لك تاني، الفرخه الكيلو ونص هتاخد ما بين ساعه ساعه وربع، وبعد كده بكشفها واسيب الفرخه تحت الشوايه تاخد لون زي العسل. الرز بيستوي بيشرب البهاريس كلها بتاعه الفراخ، وفي نفس الوقت البخار اللي طالع من تسويه الرز بيخلي الفرخه طريه جدا جدا، عمرها ما تنشف منك. وصفه سهله وسريعه جدا جدا، يا رب تكون عجبتكم. اللي عندها فراخ دلوقتي في الفريزر يلا تقوم على طول تطلع فرخه وتعمل الوصفه الحلوه دي. ما تنسوش حركه الفحمه في الاخر دي، بتفرق جامد جدا جدا مع مندي الفراخ بتاعنا. الف هنا وشفا عليكم يا رب. يلا اعملوا الوصفه وابعتولي،
وكل سنة وكل إخواتنا الأقباط بخير وسلامة وصحة، ويجعلها سنة سعيدة عليهم وعلينا جميعا يا رب. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني في فقره الطبخ عملنا الوصفات بتاعتنا، ان شاء الله تعجبكم جدا جدا، وصفه سهله وسريعه ما تتخيلوش قد ايه. دلوقتي بقى وصلنا للفقره الطبيه، وضيفتي اللي منوراني ومشرفاني دكتور صفا فتحي، اللي على طول على طول بتجيب لنا العروض بتاعتها زي ما انتم عارفين من الاخر. دكتور صفا فتحي دكتوره صيدلانيه واخصائيه التغذيه الاكلينيكيه. اهلا يا دكتور. ازيك يا شيف، منوراني ويا موفاتك النهارده. الموف هياكل منك حته ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. ده في يعني لينك كده شويه افكار بنقرا بعض. لا حبيبتي ربنا يخليك دايما منورانا يا حبيبه قلبي. النهارده نفذت لك الطلب الاساسي اللي انت كلمتيني عليه. ايوه فاكره 2020 لما جبنا لك 3 كورسات كبار وبس كان عدده قليل، وكان في نفس الوقت السعر برضو عالي شوية. المرة دي جبنا لك 3 كورسات 90 يوم تخسيس، 90 يوم تخسيس، 45 كيلو وضرب نص. يعني سعر 2020 للناس اللي خد مننا العمل القدام، لو حبوا يخسوا او ناس حبايبهم بيخسوا وهم قال لهم هيصدموا بالكورس النهارده. ما شاء الله. العرض النهارده 70% خصم على سعر مخفض اساسا، فاهماني؟ فكل الاسعار القديمه انسوها تماما، اسعار جديده. 21 سنه جديده جميله جايبالك اول مره ننزل في السنه دي بال3 كورسات ومعاهم كمان الكريم، ويبقى بالسعر ده. النهارده معانا كبسولات واعشاب ونقط، ده الكورس الاساسي. ايوه اللي عليه 70% خصم، وكبسولات واعشاب ونقط هديه، ومعاهم كبسوله التثبيت وكريم السحر والنحت والجمال. الكريم بقى اللي خلاص هي الناس يعني عارفه اللي هو دكتور صفا، يبقى الكريم على طول. يعني النهارده نقدر نقول العرض بتاعنا تحدي الاسعار، مثلا تحدي اسعار 2020. ايوه صح كده، تحدي بالظبط، تحدي اسعار كل حاجه. اي حد عايز يخس يا جماعه وخد الكورسات ونجح هيغير، لان اللي هيقول له انت خسيت ازاي وهيخليه يكلمنا على التليفونات هيلاقي نص سعر بتاع السنه اللي فاتت بالظبط. وحاجات اقوى كمان. المره دي احنا داخلين بدعم علشان نحقق احلام كل الناس وكل الناس تخس. النهارده تحدي كده، تحدي كل حاجه. يعني تحدي اسعار 2020، تحدي الميزانية، تحدي الأيام 90 يوم. يعني ده كتير جدا ما شاء الله. 3 شهور يا دكتور، يعني أنا مش هدفع غير ربع الثمن، وفي المقابل 3 شهور همشي على كورسات مجانية. 90 يوم متابعة، 90 يوم فريق طبي وراك، 90 يوم أول شهر بتخس 15، وأول شهر ده بيبقى أكبر شهر بتخس فيه، ممكن من 15 ل 20، لأن الجسم في استجابته في الأول لسه واخد الصدمة فبيستجيب على طول. والتاني واحد برضو علشان كسر ثبات الوزن والعناد بتاع الجسم، يعني احنا مقسمينه. وتالت حاجة اللي هو الكبسولة السحرية الماجيك كبسول، دي عبارة عن كورس لوحده بتكفي دي شهر لوحدها يا دكتور. فيها 30 عشان في ناس حبيب. بتفتكر كلمة كبسولة ان هي كبسولة. لا 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 لا، ده هي حاجة معجزة كده بتثبت وبتبوظ أي حاجة ممكن الجسم يعملها علشان يزيد، بتخليه ثابت. يعني نزلتي 30 45 كيلو في 3 شهور، لازم هيبقى فيه الجسم بيعمل أي حاجة اسمها ستارفيشن ميثود، تلاقيه بيعاند جامد. بيعاند جامد، هي بتبوظ له كل مخططاته. فهي ماجيك، هي كبسولة سحرية رهيبة. حلو جدا. كبسولة ديت
احنا موجود فيها، يعني هي لوحدها اصلا موجود فيها زي ما يكون اعشاب ونقط وكبسولات نحت وكبسولات شد نفس، يعني هي فيها كوليكشن كامل لكل المنتجات اللي ممكن انا اساعدك بيها. وغير كده الكريم اللي انا بحس ان هو اصلا عباره عن ساحر. هو ساحر. انا هدهن اصحى من النوم الاقي نفسي بخس. فاي منطقه بتلاقيها فيها دهون عنيده وبلاقي حتت بتخس اكتر من حتت وديفوهات رايحه بينا ان هي تبرز، لما بتخس البصليات تبرز وتبان عن الباقي. هو بيبقى عامل بان هو بيوزع بتساوي على المنطقه الصعبه دي، تلاقي الدنيا بتخس بتناسق وجسمك يترسم من اول وجديد. اجي بقى بعد الفتره دي كلها الاقي زي ما حضرتك قلتي، مش مجرد ان انا بخس بس، ده انا خسيت والجسم كمان اتظبط اترسم فعلا. مش خسيت مثلا بس لسه البطن مضايقاني، لا الدراعات مليانه شويه فبرضه لازم اضطر البس مقاسات اكبر، مفيش الكلام ده. مع الكريم بالزبط. الكريم اللي موجود معانا بالظبط بالظبط. انا ما بسكتش، انا كل ما بنزل عرض مش هنزل غير لما تدوني الكريم معاه. الناس بتقعد تعمل ستريس جامد جدا عندي على البيج وعلى صفحتي طول الوقت عمالين ينفع الكريم؟ طب الكريم يا جماعه هينزل لكم في العرض هديه. ببقى خايفه جدا جدا لا ابقى اصادف ان ينزل معايا عرض ما فيهوش الكريم. رغم ان انا النهارده جايبه عرض خرافي، يعني عرض جدا. ده اصلا الكبسوله دي كمان لوحدها يعني حكايه، يعني انا اقعد شهرين اخس وبعد كده اجي في الشهر الثالث اخد الكبسوله الماجيك، مش اسمها الماجيك. دي هي ما اسمهاش الماجيك ولكنها ساحره. الساحره. هي بتنزل وتسد النفس وتنحت، وغير بعد ده كله تثبتك. فانت مش يعني احنا حطيناها لوحدها خلاص مش محتاجين حاجه تاني. بس اقول لك ان دي لوحدها اما بتتباع او بره باسعار فوق الألف جنيه. اكيد فوق الألف دي لوحدها اسعار كانك عامله عمليه لوحدها. في ناس وسنترات كبيره، انا دكتوره وعارفه هم بيشتغلوا ازاي، لوحدها بيعتمدوا على هذه الكبسوله فقط. تمام. وبيعملوا بيها العجب مجانا النهارده. ايوه اللي هي جايه مجانا، هي هتوصل مجانا، جايه هديه على الكورس الاساسي النهارده. ايوه طبعا. احنا مش بنتكلم ان احنا نحقق احلام الناس، احنا مش بنتكلم في مريض سمنه ممكن يكون وزنه 3 ارقام. يعني ايه 3 ارقام وانا بقولها؟ يعني 125 135 110 115 140 150. مش بنتكلم في ارقام كبيره، يبقى لازم هديك حاجه تكافئ هذا القدر. احنا مش عايزين 3 ارقام يا جماعه على الميزان ابدا. نشوفها مش ده هدفنا. هدفنا مش عايزين حاجه تبقى عامله لي ديفوهات في جسمي ومش عارفه اتخلص منها. مش عايزه امراض مزمنه. يعني واحده تجيلي مرفيعه وتقول يا دكتور انا عايزه اخس عشان بطني، اقول لها لا، لازم تستدعي يكون جسمك في يعني في مرض او في حاجه فتحنا على بعض مرض. تمام. طيب احنا معانا مكالمه ناخد. حنان، يا حنان اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا عليكم بحضرتك. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي. ازيك يا شيف هاله؟ الحمد لله يا حبيبتي. الف الحمد لله على سلامه حضرتك حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا رب. وحشتينا والله، نورتي الدنيا حبيبتي. ربنا يخليكي. الكلام الحلو ده يا حنون، ربنا يخليك. انت حبيبتنا كلنا والله العظيم. ربنا يكرمك يا حبيبه قلبي. ربنا يبارك في حضرتك ويديك الصحه حبيبتي. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا قلبي، ما تحرمش منك والله يا رب. والله الشاشه كانت مضلمه من غيرك. يا خبر ابيض يا خبر ابيض. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا رب. ممكن اتواصل مع الدكتور صفا؟ اتفضلي دكتور صفا معاكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك كلام حلو يا دكتور؟ قولي لها كلام حلو بقى. لازم اعرف اطبخ. ازاي حضرتك يا دكتور صفا؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الف شكر والله على المنتج بتاعكم، بسم الله ما شاء الله والله العظيم حقيقه. والكريم بتاع حضرتك ده تحفه حبيبتي. ساحر. اقسم بالله تحفه فنيه حبيبتي. بسم الله ما شاء الله والله. انا كان عندي يا جلطه وصلت ل 117. الف سلام عليكي. وعندي مشكله من وانا عندي 30 سنه في الرحم، يعني اعتباره مش موجود اساسا. تمام تمام. فحضرتك انا والله العظيم الحمد لله الحمد لله شهرين ونص خسيت فيهم، دلوقتي حركه 94 كيلو ما شاء الله من 117. يعني اعتبر الحرق عندي منعدم عشان ما فيش رحم. تمام. والحمد لله رب العالمين، شكرا والله العظيم ليكم جدا جدا حبيبتي. جدا جدا حبيبتي. والحمد لله دلوقتي فرقت كتير خالص ما شاء الله عليك يا سحر بجد. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب يا حنان. ربنا يبارك في حضرتك. حنان مع حضرتك. حنان يا حبيبتي ربنا يديك الصحه والعافيه والله يا رب. العظيم بسم الله ما شاء الله بما يرضي الله والله العظيم. الله. المنتج ده بسم الله ما شاء الله عليه.
تحفه تحفه تحفه. دعوه حلوه بقى يا حنونه بقى، دعوه حلوه بقى. بحسن هشام يا رب بحق لا اله الا الله يا رب، ويوسع في رزقه اللهم امين يا رب. حبيبه قلبي نورتينا بالله عليكي والله العظيم. والدكتوره نهى يوسف بالله عليكي السلام امانه. حاضر دكتوره نهى متخصصه بالله عليكي. يا دكتوره نهى طبعا سلامنا ليها طبعا. حاضر من عينينا حضرتك موجودين في الفريق حبيبتي. يا رب يجعلكم من نجاح لنجاح ان شاء الله في حياتك يا حبيبتي، والف مبروك عليك يا حبيبتي. يا رب يخليك، وان شاء الله انا مكمله مع حضرتك باذن الله ان شاء الله. يلا يا جميل وتكلمينا تاني عشان كبسوله التثبيت مهمه جدا. ان شاء الله باذن الله هاخد التثبيت، وان شاء الله كبسوله النحت كمان روعه. يلا يا قمر. ايوه كده هو ده. ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا يبارك فيكم من نجاح لنجاح والله. نورتينا يا حنان بالله عليك. السلام امانه للدكتور هشام بالله عليك. حاضر من عينينا. هو سلام عينك يا حبيبه قلبي. تسلم عينك. شكرا يا دكتور صفا والله شرفتينا يا حبيبتي. ناخد عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناخد صوره حاله بقى كمان. تمام يلا. ايه رايك يا سمر؟ يلا ناخد صوره حاله نشوف بقى ايه مثال كده. ايه رايك انت؟ ما شاء الله باينه جدا. بصي من 135 ل 95 ما شاء الله. 95 دي لسه برده في قلق، في كرش بسيط اهو. خدي بالك. لا بس احنا لو قارنتي معانا يعني ما شاء الله بجد الموضوع. انا عايزه اقول ان الحاله في منتهى الوضوح بان احنا البني ادم بيتغير تماما من حد عنده مشاكل في مقاسات، مشاكل صح. في الصحه، كبد دهني، كوليسترول عالي، ادويه بتكون شنطه هدوء، شنطه دواء، ده كان ماشي بشنطه دواء، كوليسترول وحاجات تشيل الدهون الثلاثيه وسكر صحية كتير. وسكر دلوقتي هو خفض دواء السكر جدا، جسمه اتظبط، اصبح تنفسه حتى كويس، ما فيش دهون مبهدله الاعضاء، مش كله عضو في جسمنا المفروض يبقى ليه شويه دهون تشيلها والباقي بيخنقه، بيبقاش عنده ان هو يقوم بوظائفه الحيويه. الاول ما بيفضى كل الكلام ده مناعته بتعلى وبيبقى مقاوم للامراض وبيبقى جسمه خفيف والحركه طبعاً. والهيكل العظمي بيتحرر من الدهون اللي عليه كمان يا دكتور بالظبط كده. والفيتامينات بتبتدي تنتظم، والهرمونات اللي بتطلع من الكبد تبتدي تبقى في الماكسيمم بيك بتاعها، والنشاط الذهني طبعا. كل الدهون اللي عامله عائق في الدم دي ما بتوصلش الدم للمخ كويس. تبص تلاقيه ما بيعرفش يفكر، عنده وخم على طول، بيشخر وهو نايم. كل الاعراض الوحشه دي كلها بتنتهي لمجرد ان هو بيغير حياته بكورس بسيط مدعم ماديا ومليان حاجات اورجانيك طبيعيه 100% جايه من احلى واعظم بلاد. يعني بلاد كلها خضره وكلها طقس بيخلي فيها حاجات مميزه بتنمو، المانيا وشرق اسيا حاجات جميله جدا بنوصلها لك لحد عندك وفي قمه من الامان. وغير كده كمان ورانا فريق طبي كبير بيبقى وراك، يفضل يقول لك هتاكل ايه وتشرب ايه. ده لو انت عايز، لو عايز تاكل براحتك بتاكل وانت وشطارتك. انت والتحدي. انت والتحدي. عشان كده كورسنا النهارده كورس التحدي، اللي هو هنتحدى اسعار 2020، يعني هنتحدى الميزانيه، يعني كورس اقتصادي، يعني كورس بتحدى بيه كمان عدد الايام اللي ما شفناهاش في اي عرض قبل كده. 90 يوم يا جماعه، 3 شهور كورسنا النهارده. مش بس كده، ومعاه كمان الكريم هديه. مش بس كده، ده احنا الكورس الثالث عندنا الكبسوله السحريه. الكبسوله اللي بتثبت وبتخلي الجسم ينزل بطريقه امنه جدا جدا ويترسم كمان في نفس الوقت. انا عايزه اقول لك اني اعرف سنترات كبيره بدون ما اقول مين معتمدين على الكبسوله دي بس. ويقول لك خدي انظمه بيشتغلوا بيها وادفعي. وانت اصلا ما يفهموكي ان اللي بيحصل ده بسبب شويه انظمه اكل، شويه كلام اي كلام. الحق يحق. كبسوله في منتهى القوه. كبسوله فعلا تتحط هديه. انا واخده حاجه الماز، يعني حاجه قويه جدا جدا جدا. وبتهيألي ان احنا علشان نثبت ان احنا اكبر شركه تخسيس في مصر واحسن واضمن شركه تخسيس في مصر، كان لازم نحطها لك هديه مع الكريم عشان تبتدي السنه دي وتبقى انتهت كل مشاكل سنة 2020 وانتهت كمان مشاكل السمنة كلها. وبقى نقطة من أول السطر بالزبط. ونبتدي من أول وجديد نكسب صحتنا. والعرض الاقتصادي النهاردة يا جماعة، الكورس الأولاني عليه خصم 70%. ده الكورس الأولاني بس، يعني أنا هدفع حوالي كده ربع الثمن. غير كده كل اللي جاي هدايا. عندنا كورس تاني كامل هدية، عندنا الكبسولة السحرية التالتة، كبسولة بتكفي 30 يوم لوحدها كده هدية، بقوا كده 3 شهور 90 يوم.
وعندنا كمان الكريم اللي بيظبط بقى الشغل. دايما بنقول ايه اهم من الشغل؟ ظبط الشغل. ظبط الشغل ده مع الكريم اللي عندنا النهارده، الكريم السحري. نتصل بقى دلوقتي على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه عشان نلحق عرض النهارده، عرض التحدي في كل حاجه. وزي ما بنقول بقى نبتدي بقى من اول وجديد. احنا معتمدين جدا عليك في ان انت ما تترددش، وانك تبقى واعي كويس. الموضوع كله محتاج وعي، ومحتاج ان انت ما تستسلمش لاي حد بيديك طاقه سلبيه ويفضل يبقى ليه اغراضه الدنيئه اللي جواه، نفسيته تعبانه وهو بيقول لك لا ما تاخدش، لا ما تعملش، لا ما تجربش. صدقوني لا يوجد اي ضرر ولا ضرار من هذه المجموعات الاورجانيك المميزه، بالعكس ده انت هتحطم بيها سمنه وامراض، وهتنتقل من شكل لشكل تاني. والموضوع كل الفريق الطب ده كله وكل الناس اللي بتديك طاقتها الايجابيه بالمكالمات دي بيقولوا لك اتجرأ، اتكلم وخلي التردد ده ينتهي علشان جسمك صحيح يتغير. صحيح. لازم نتكلم، لان احنا تقريبا الطريقه المثلى الامنه الاقتصاديه الوحيده في نزول الوزن. يعني العمليات بتدفعي قصادها صحه، وبتدفعي قصادها فلوس كتير، وانت بتمضي على ورقه في المستشفى يقول لك تتحملي كل المسؤوليه. انت اي عمليه زي دي يقول لك امضي لي، معلش والله حضرتك بتمضي متحمله، اذا كنت هتعيشي تكملي، مستحمله قص المعده، مستحمله الرينج، مستحمله وات ايفر، المهم المسؤوليه كلها عاتقها على البيشنت وهو بيخش، وريسك وكميه فلوس عاليه جدا. احنا بقول لك الطريقه الوحيده المثلى، يعني ايه؟ لا بتدفعي في صحتك حاجه ولا بتدفعي فلوس، وحتى التجربه بتخرجي منها ده زي مثلا ان انت خدتي كبسوله ورميتي الباقي مش عايزه، ها لا ده انت بتخسي وبتنضفي جسمك ومفيش اي اثار جانبيه ابدا. حضرتك انت بتعملي العمليه من هنا مثلا، عشان احنا بنقارن نفسنا بالعمليات ليه؟ لان احنا الاثنين اللي بنخسر او بننزل كميات كبيره من الوزن. فعشان كده هي دي المقارنه المثلى، ما بقارنش نفسي بدايت او طريقه ريجيم مثلا اشيل فيهم حرمان، اشيل فيهم عيش ولا اشيل فيهم مكرونه، لا مش هينزل بنفس الكميه اللي انا بنزلها. احنا الاثنين بنحرق وبننزل كميات كبيره اللي هي عمليات وطريقه الطبيعيه اللي هي الاعشاب الطبيعيه. فعلشان اعمل المقارنه دي قارن كده، شوف صحتك هتبقى قبل وبعد مع مين، فلوسك قبل وبعد مع مين، تحاليلك قبل وبعد مع مين، بتدفع كام. حتى دكاتره اللي هو العيادات والكلام ده برضو احنا كسرنا هذا الشيء، وخلينا نفسنا برضو مدعمين واقتصاديين احسن وافضل. فاصبحنا اللي على طول بتنزل بالظبط، فاصبحنا الطريقه المثلى الوحيده على مستوى اي فكر في التخسيس. بتاخد كبسوله مليانه ايه؟ مليانه اعشاب اورجانيك طبيعيه طبيه امنه 100%. طيب وايه تاني؟ وفريق طبي وراك بيجري لكل خدماتك. وبعدين وايه تاني؟ وفي ممكن يطلب منك تحاليل عشان تشوف قبليها وبعديها انا بتحسن قد ايه. اذا انا كده في الامان، في الامان، في الامان، في الامان. وانا ما بصدقش اي حد يقول لي ما بخسش، لان انا ببقى عارفه كويس قوي، اما هو ما خدش الدواء، يا اما هو اصلا بيقول كلام بس عشان غيران، يعني ليه ايشوز في دماغه مختلفه غير ان هو عايز ايه يخطي مرحله السمنه او يتخطى مرحله الايه القلق بتاع الصحه اثناء الوزن ازاي. فانا مع كل الناس ان هي ما تترددش وتتصل، وانت مش خسران حاجه، بالعكس انت كسبان صحتك، كسبان فلوسك، والسمنه بوابه كل الامراض. صح. انا مش بكره البني ادم التخين او راجل تخين، انا ما بكرهش الكلام ده، انما لو هتعمل لي خطر على صحتي هتخليني مريض بالظبط، هتخليني مريض سمنه بعديها، مش مريضه، ما بقولش عليها مريضه، كلنا بنتخن ونخس. تعالي نقول حبيس سمنه. بس يعني انا لو جات لي واحده رفيعه قوي وعندها مثلا دراعتها تخينه هديها حاجه على قد الموضوع، انما انا مش هقول عليها دي مريضه سمنه. كلمه مرض السمنه، السمنه دي كلنا رايحين جايين فيها. يعني اسبوع تتفرجوا معايا على الشاشه تلاقوني حلوه باكل كل الاكل اللي في البيت، واسبوع التاني انا عملت دايت واستخدمت الكورس بتاعي ونزلت فيهم الوزن اللي طلعته. يعني ما بقاش مرض، بس لو هيعمل ناقوس الخطر وهيخليني بعد شويه مرضى من مرضى السكر، بوظ لي البنكرياس، هيبوظ لي درجه ذكائي وتفكيري ومش هعرف اجتهد في شغلي لو انا بدرس او كذا، او هيخليني شكلي وحش قدام جوزي وعيلتي، هيعرضني لتنمر، هيخلي الناس كلها ما تبص عليا، داخله في مشاكل تانية انا في غنى عنها وبطريقه امنه وبسيطه جدا، وانا قاعده في بيتي بتابع مع الدكاتره فريق طبي على اعلى مستوى.
الكورسات مش هترهق الميزانيه، الكورسات عليها خصومات بتبقى عاليه جدا، عمرنا ما شفنا حد في الدنيا بيعمل خصومات 70% وينزل لك في المقابل 3 كورسات يغطوا 90 يوم، الشحن كمان مجانا. كل الكلام اللي بنتكلم فيه النهارده ده هيجي لكم النهارده مجانا من غير مصاريف شحن اطلاقا، متابعه على مدار اليوم من فريق طبي على اعلى مستوى، تليفونات قدامكم اهي مستنيين ايه، اتحدوا بقى نفسكم. عرض التحدي النهارده يا دكتور يتحدوا فيه نفسهم بالظبط، يتحدوا الاراده، يعني يكون عندهم اراده ان هم فعلا عايزين يغيروا حياتهم، عايزين يغيروا مظهرهم، عايزين يغيروا صحتهم للاحسن. اتحدوا نفسكم واتصلوا على الارقام اللي موجوده على الشاشه، اعرفوا الخصم ده يعني التلات كورسات اللي بيغطوا لي 90 يوم بكام، هتتفاجئوا طبعا بالاسعار، زائد كمان الكريم، الكريم ده حدث ولا حرج يا دكتور فعلا يعني يا شيف، فعلا فعلا فعلا. وصدقوني انا كل الفيدباك قبل ما انا اجرب في نفسي باخده من الناس اللي بشتغل معاهم ومن الكلاينت بتوعي ومن عملائي، الاقي الدنيا حلوه جميل، ايه ده هو ايه اللي بيعمل فيهم كده الكريم فعلا. لا خلاص الموضوع انا مش نازله للناس علشان الناس تفضلني وتحبني وتبتدي تسمع الكلام وتاخد مصداقيه معاهم، لازم انزل بحاجه كسب مصداقيه الناس من قبل ما اتكلم انا. فالكريم هو عمل الخطوه دي وسبقني وخلاني ابقى قاعده استلم ريفيوهات من ناس الكريم وهمي، لا ده رهيب، لا ده كذا، فانا كسبانه كده كده اول ما انزله ليك حتى ولو كان مجانا. رغم ان سعره بره يعني تجاوز ال 300 جنيه او 400 جنيه حاجه، واو، فجاي لك هديه. صحيح. جاي لك كورس عليه كورس هديه، تتحدى نفسك ومعاه كبسوله التثبيت ومعاه كمان الكريم السحري. كل ده بيغطي لنا 90 يوم بالظبط. وبناكد تاني ان الشحن مجانا تمام. والمتابعه كمان مجانيه. دكتور صفا فتحي نورتيني. بنورك يا شريف، تسلم ايديكي في كل وأشكرك حاجه. واشكرك على عرض التحدي الجبار بتاعنا النهارده القوي أيوة. جدا. اشكرك يا حبيبه قلبي، اشكرك لي. نورتيني. دايما مميزه يا شريف. حبيبه قلبي اشكرك. اشكرك على واشكركم كمان على متابعتكم الكريمه. كل سنه وكل حبايبنا واخواتنا الاقباط طيبين وبخير. ويا رب كده يجعلها سنه سعيده عليهم وعلينا، وعيد سعيد كده يا رب باذن الله. واشوفكم على خير يوم السبت ان شاء الله، ان كان لينا عمر في وصفات احلى واحلى. ومن النهارده ليوم السبت هسيبكم في رعايه الله.